السلام عليكم ورحمة الله، ويلكم باك إلى سلسلة تعلم سيتي سكاي لاين. آخر مرة نحن تكلمنا عن الجسور، يعني طبعا أكيد لازم مدينة عشان تسوي عليها اختبارات، وكلكم تذكروا موضوع الجسر وكيف سويناه. وهالمرة نتكلم عن شيء ثاني وايد مهم إذا بتسوون مدينة، عن الكهرباء. شو موضوع الكهرباء؟ أول شيء نتكلم على الأنواع. هذا عمود الكهرباء، هذا شغلة يوصل الكهرباء من منطقة لمنطقة. مثلا هاي المنطقة انا موصلها بعمود الكهرباء هذا، ولو اشيل للعمود الكهرباء تنقطع عن المنطقة خلاص، ما يعيد. تشوفوا يبدأ، ايوه استوت حمراء خلاص. طبعا ما بقطعها وايد عشان ما يزعلون والناس تبدأ تتطور. دخلتهم في مدقون على الكهرباء هنا، بتحصلونها. ممكن تدقون على الكهرباء من هني او تنزلون منيو فوق على اليسار وتدقون الكهرباء وتشوفون توفر الكهرباء في المناطق كلها اللي موجودة عندكم. انواع الكهرباء، اول شيء بالرياح، بعدين هذا اللي هو للرياح ادفانس شوي، عليه سولر اللي هو طاقه شمسيه تحت، وفوقه ينحط في نص البحر. هذا ما ينحط في مثلا في البحر، ينحط بعيد عن العالم. واللي بعده هذا مصنع فحم للطاقه، وبعدين مصنع بالبترول يشتغل، وبعدين نقدر نسوي هذا الجسر اللي هو الهايدرو. الهايدرو باخذ قطعه ارض، باخذ قطعه ارض حق الهايدرو هاي، يمكن باخذها. اوكي هاي اخذ عشان اسوي لكم هايدرو، مخبركم كيف تشتغل الهايدرو. الهايدرو يشتغل، نسوي سد باختصار، والسد يكون من نقطه لنقطه ويحبس ماي، وعن طريق الماي توربينات. اذا تعرفون قضيه الكهرباء هاي يستعملونها في بعض الدول حاليا، اللي السدود السد اللي يستعمل ضغط الماي على اساس ان ننتج فيه شو، ننتج فيه الكهرباء. النوع اللي بعده اللي هو نوع السولار باور بلانت، هذا طاقه شمسيه نفس مزرعه، يسمونها فارم، ولا مساحه كبيره بالسولار تشتغل، توفر طاقه اكبر من معظم الشغلات الموجوده، بس مش بالكميه الخرافيه، يعني مش نفس الهيدرو. الهيدرو ممكن يطلع شيء كبير. والاخير هذا اقوى شيء انا بالنسبه لي، لانه في كل الظروف ممتاز، اللي هو الطاقة النووية. خلنا نحطيهم وخبركم شو الفرق بين كل نوع والثاني. اول شيء نحطينا شارع كبير، مش كلهم لازم نحط شارع. اول شيء ناخذ طاقة الرياح. طاقة الرياح شو تسوي؟ تنحط اي مكان، ونقدر نمد كيبل الكهرباء من اي مكان، فمش لازم نحطيه هنا. اللي لازم تشوفون على الخريطة يوم تحطون هو المناطق الغامقة. انا بخبركم، تون هني مرة ثانية على الكهرباء هاي. اذا مثلا احنا مش مختارين هذا، وني على الكهرباء هاي، كل سوري ندق على هذا مش الثاني. كل ما كان اللي هو اقوى، نفسه هنا الحين مثلا، كل ما سوري ندق على اللي هو مش على بتشوفون علامه الوينتسوك، ولا هو يسمونه الخلقه مال اللي هو هاي، تحصلونها رابع وحده على اليمين. هاي خبركم وين اللي هو اقوى مناطق، هو كل ما استوى اللون غامج اكثر. وطبعا عشان عندنا نحن المروحه هاي اللي هو تربين اللي هو، نحطيه في مكان يكون فيه هو اكثر من غيره، ما نقدر نحطيه في الماي هذا، لازم نحطيه مكان. فاذا حطينا هني مثلا في المنطقه الفاتحه هاي، ما بينتج فعليا كهرباء. شوفوا مكتوب هني 5 مليون واط اظني، هذا هني 6 7 هني 8، وصلنا لثمانية. شوفوا انتاجه اعلى، يعني هو يقول لك هني 8 من 0 لـ8، بس ممكن ينتج اقل، بس مش ممكن. مثلا هني 3، فاذا حطيناه في مكان مثلا ما له داعي في نص المدينة، شوفوا ما ينتج. 3 ما يكفي، ونفس التوربين على نفس التكلفة، لان كل شيء له تكلفة. هذا تكلفته في الاسبوع $80، فما نبي نحطي اكثر، بس نحطي مثلا في هالمكان. شو الدائرة الحمراء اللي حوله؟ الدائرة الحمراء اللي حوله ازعاج، وازعاج الصوتي هذا عادي ممكن يذبح سكان، ويطلبون مستشفيات، ويطلبون عيادات، ويطلبون عزل الصوت، ويطلبون وايد امور على اساس انه عندهم ازعاج وحشرة. المنطقة الصناعية بشكل عام تتأثر بشكل اقل. من تحطونه هذا تشوفون انتاجه، هذا ينتج 7 حاليا، وسرعة الرياح 8 بينتج 7، بيتم ثابت على 7 8 7 7 ثابت حاليا.
طبعا نحطيه بعيد عن الازعاج. شفت وين حطيته؟ بعيد من المنطقه ونوصله عادي، ممكن توصله المدينه الطريقه هاي مثلا. في شيء الحين نحن اذا كنا بانين بيوت في المنطقه هاي وما وصلنا المنطقه هاي، بالمنطقه هاي حتى لو تشوف الكهرباء عندك كامله او اكثر من كفايه، عادي يستوي نقص كهرباء في وحده من المناطق، لان الكهرباء مش موصوله في بعض، مش موزعه صحيح، لان هذا يعطي على المنطقه اللي هو موصول فيها فقط. هذا بالنسبة للهواء. بالنسبة للي بعده اللي هو Advanced Wind Turbine، نفس الشيء نفس مبدأ الهواء، بس هذا ممكن ينتج 20 مليون واط، وتكلفته أعلى طبعا 200، فهذا ممكن نحطيه أبعد. ونفس المبدأ بالضبط اللي هو توصلونه في هذا، يبدأ ينتج شو ملمنول المدينة بإنتاج ثابت. أهم شيء أنتم تحطون أي شيء يتعلق بالهواء وتشوفون وين المنطقة الأفضل له. هذا شيء جدا مهم. فهذا بالنسبة لأول نوعين، النوع الأول اللي هو الهواء، النوع الثاني اللي هو التربين. النوع الثالث الفحم. هذا شوي هني في شوي يخدع الواحد أكثر. الحين نحن بنشغل مصنع فحم، أوكي، وين وصلناه بالكيبلات اللي هو أوفر هيد لاين، اللي هو اللي يسمونه أوفر لاين، هم أوفر هيد. الأوفر هيد اللي هو فوق يكون. يا ليتهم كانوا يريحونه من الشغلة هاي، وكان مع الشارع نفس سم سيتي مع الشارع، إذا موجود على امتداد الشارع يمد لهم كهرباء، كان بيكون أريح وايد الصراحة. هذا صحيح ينتج 40 مليون واط، بس أنا نفس مبدأ المناطق الصناعية، بيحتاج مونة، بيحتاج يمكن فحم، يمكن يحتاج شيء، يحتاج موظفين. إذا عزلت وايد نظريا يقول لك راح يكون الوضع مثلا مأساوي، فهذا لازم يكون موصول بشيء. يعني مثلا بنك سرع قبل ما عليه، لازم نشبكه في شارع عام، لان في ناس بتشتغل هني، في ناس تبى تسوي شيء هني، في ناس تبى تنتج شيء هني. الناتج الثالث الشيء ثاني بالنسبه له المحطات اللي تشتغل على الهواء ولا الشمس، السكان يستانسون عليها، نسبه الرضا عن المدينه تزداد. المشكلة مش في نسبة الرطب، بس إذا أنت بعيد طبعا ما سويت لهم إزعاج أو نويز أو غيره، بس النويز هذا ولا إزعاج الصوت ولا الصوت العالي هذا نوع من التلوث، يعتبر تلوث صوتي. من الناحية الثانية مصنع الفحم له نوع ثاني من التلوث، واللي هو لو نشوف نحن أنا ضيعت المنيو ولا كيف هذا البلوشن، سوري، هذا يسوي اللي هو جراوند بولوشن. شوفوا نفس هايل، شوفوا تلوث الارضي مالهم مش طبيعي. المصانع هذا بيبدا شوي شوي يلوث حوالينا، فاذا حول بيوت بيبداون يمرضون ولا غيره. لها سبب، نحن في حلقات سابقه كنا نحط المحلات التجاريه في الواجهه عند الصناعيه، ليش؟ على اساس انه ما يسوي التلوث، ولا ما يمد التلوث لمنو، يمد التلوث للمدينه ولا داخل المدينه. هذا الشيء اللي لازم تحسبون حسابه بعد، جدا مهم. شوفوا الحين بيتم يزيد 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 لين يستوي غامض نفس هاي. النوع اللي بعده هذا ينتج اكثر لكن له نفس العقبات، ولازم نوصل المنطقة هاي بالمنطقة هاي. بس على فكرة يعني اشكالهم متعوب عليها، يعني لو اراويكم شكله، شوفوا محلاه هذا الاويل، شوفوا في اويل تانك، في امور. هذا شو؟ هذا فحم شكله غير، شوفوا، لانه بيكون في فرن داخل، فرن يحرق فحم، يلف التربين وما الى هنالك، بس يسوون تلوث، يسوون تلوث، يبون مي. مصنع الفحم ما يبون مي، مصنع بترول يبقى. خلنا نمده بزياده ونشرح لكم النوع اللي بعده. لحظه، وين المي يا صديقي؟ هذا الماي بنمده على الشارع كامل. والله يا ريت انه بس بنحطه الشارع نحط معاه الماي وغيره، والبيبي يكون حق الشغلات هاي الاضافيه. مي بمي سن طيب. ها حطينا بمنطقه 7، شوفوا التفاصيل المتعوب عليها، شوفوا شوفوا والله انها جميله صراحه. ولا حتى شوفوا، خل اسكر هذا لحظه، دقينا على اوبشن، اوكي، شوفوا محلا، يعني التفاصيل حلوه صراحه، حتى يعني عمود الكهرباء تفاصيل جميلة. شوفوا من اول حتى ليت، شوفوا حاطين لكم ليت صغير هنا، ها فوق العمود،
إذا تقربون منه بتشوفون تفاصيل جميلة في اللعبة الصراحة. هذا بالنسبة لمصنع الطاقة، نحن وصلنا المدن في بعض، طبعا لا تنسون توصلون مدينة الكهرباء بالمدن بالطريقة هاي تزيد الانتاج. النوع الثالث بخلي انا السد، هذا النوع الخامس بخلي هذا اخر واحد لانه بيكون في البحر لازم اخطط له. هذا نفس نظام المراوح بس على اقوى شوي، يعني في ازعاج صوتي، ما في ازعاج تلوث نفس الباقين. طبعا انا حطيته مكان عشوائي، ما بيكون افضل انتاج، لازم تتذكرون دائما افضل انتاج مثل هذا ممكن تجري لين 160، لازم يكون في شارع، هذا بيكون بيحتاج شارع. اوه قاعد ينتج 160 مكانه زين. هو لحظة هذا مشعل، هو يعني ليش يراوينا الشمس؟ بس جميل الصراحة، جميل جميل. شوفوا كل صوب حاطين لك سولار تحت صغيرون، اضربتهم الشمس كلهم، بس على اساس انه في بطاريات، وفي الليل اذا زاد الانتاج وايد بينقصه لانه يحطه بطاريات، فنفس اللي تصرفه في النهار بيصرفه في الليل عن طريق البطارية، مفروض انه يحافظ على انتاجه. النوع الرابع اللي هو النوع اللي انا اشوفه من افضل انواع، ليش اخبركم الحين؟ شوفوا ما له حشرات جراوند بولوشن، ما له جراوند بولوشن، بس له نويز عالي بعد. شوفوا هذا قلنا ينتج لين 8، هذا ينتج لين 20، هذا ينتج لين 40، هذا ينتج لين 120، هذا بخلي بعدين، هذا ينتج لين 160 112 160، وهذا ينتج 640. يعني لو ابني من كل واحد حبه مش معاده هذا الهايدرو بينتج كثر الباقين واكثر، فانتاجيته عالية وما في تلوث ارض. ممكن بحديقة شوي ولا شجر نعزل النويز اللي يسويه عن السكان او محلات، ممكن يكون قريب نوعا ما من مناطق تجارية ولا صناعية ولا غيره، وانتاجه جدا عالي وعملي، لان النيوكلير ما بيطلب انك تغير خط مدينة، ما يتطلب انه يجبرك مثلا انت تبى تبني هني المروحة، بس المروحة هاي ماخذ افضل مكان، هو يعني انت تبى تبني بيوت هني بس المروحة ماخذ افضل مكان، فالمروحة بتسبب لك شوي مشاكل. فانا افضل الصراحة النيوكلير، توفر لي دائما النيوكلير. ليش؟ لان النوع الاخير اللي هو الهايدرو، الهايدرو ممكن يوصلني لين 1600، بس في مشاكل ثانية. مثلا اول شيء لازم يكون النهر فاتح لنا، شوفوا 144 المتوقع، لازم يرتفع مستوى الارض، يعني تدور لك ارض عالية، فاذا تي على مكان اعلى شوف ينتج اعلى. انا عشان انتج منه 1600 محتاج اغير الارضية، محتاج اغير الارض. ف شوفوا ممكن حطينا احنا بعد ممرات غيره، في وايد شغلات في اللعبة حاليا مش وقتها، لازم هذا نحفر الارض، هذا نطلع الارض فوق. اوكي زين، لازم نطلع الارض فوق، وواحد يطلع الارض مش شيء بس. لحظة لازم يكون عندك رمل نستوك، شوفوا فوق على اليسار لازم يكون عندنا رمل نستوك، فلازم ارفع الارض على اساس ازيد الانتاجية. وبيسوي لنا مشكلة ثانية ترى على فكرة، عادي يسوي لنا فيضان اذا مش على بحر مفتوح، اذا ما كان على بحر مفتوح بيسوي لنا ازمة. لحظة نرتب له. اوكي هذا يسده مثلا، بطلع شوي كمية انتاج اكثر من اللي كان كاتب لنا، يعني عشان ارويكم انه لازم يكون عندنا منطقة مثالية. على فكرة عادي يغرق هالشارع، استوت معي قبل، عشان ارويكم المشكلة. اوكي هذا اتصور يكفي، مثلا هذا اعلى لين هذا، شوفوا وصل لأربعمية وثمانية، يعني شوفوا فرق الانتاج. طبعا نفس الشيء لازم نمده كابل كهرباء الى مثلا مكان يوصل للمدينة. شوفوا هذا اللي اتكلم لكم عنه، شوفوا غرق لي، شوف غرق لي الشارع، لازم اغير هالجسر. الحين الناس ما تروم تدخل ما تروم تطلع، فلازم الواحد يكون وايد حريص على اساس
انه يسوي هذا النوع من الجسور، شوفوا كيف ممكن يغرق، واذا حطيته هنا بيغرق لي هذا. فلازم اسوي لي طريقه انه مثلا مستوى معين، اذا تبون تحطون انا بعطيكم الحل، ما بعطيكم المشكله فقط. نعطينا برش 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 ولا فرشاه صغيره، نفرض ان هذا، لحظه، نبغى نحل مشكله منو؟ الماي. نبغى يتم الماي على مستوى شو؟ معين، صح؟ فهذا افضل حل. احاول مثلا اخلي مستوى الماي مستوى معين، اشوفه مطايع مثلا، ما ننزله شوي زياده، هذا اساسا نخلي الماي على هالمستوى مثلا، نقول من احنا ما نبغى نرفع مستوى الماي، بينزل انتاج شوي، لكن على الاقل شارعنا ما بيغرق. خلنا نشوف. فاذا انتو تبون مثلا، خلنا اشوف شو المستوى اللي نباه هني تحت. اوكي، بنوسع ولا بنعمقها شوي عشان ينزل بسهولة اكثر. شوفوا طبعا كل الازمة هاي عشان حطينا الهايدرو. فالهايدرو اذا بنحطيه لازم نحل مشاكل مع الوقت. بنكبر الحفرة، بنكبر بنكبر بنكبر، سيومر، شوفوا المعاناة هاي كلها على اساس انه ما يغرق لنا شارع. لان اوكي انا بسوي جسر بس بيتم يغرق عادي، ها غرق الخط اللي قبله، غرق اللي هو الشارع العام اللي قبله. فهي معاناة، مش مجرد تحطيه، لازم تكون حاسب حسابك حساب بشكل كبير. طبعا اذا كان التخطيط اللي انا اسويه مرتب وهذا كان بيكون اسهل وايد، بس انا اسوي لكم هو شوي الشغل سريع نقدر نقول. الحين انا ابغى اخلق ممر ثاني للماي اساس انه يكون عنده مكان الماي يروح فيه. كم ينتج الحين؟ زيرو، ينتج صفر، بينتج هو، ما عليكم، بس الشارع بيروح. فانا ما انصح في هذا الا اذا انت كنت مخطط له بشكل ممتاز. انا الحين ما بقعد احل مشكلته من اول وجديد واسوي كل شيء واتفاهم مع الوضع وغيره، بس انا اعطيتكم فكره عن الحلول اللي ممكن نسويها. في شغلات ما نقدر نستعملها حق السوالف؟ لا ما نقدر. فلود وول، اوكي، هذا شو يقول؟ هذا شو يقول؟ خلنا نشوف هذا شو يسوي. يقول انا اتوي اطيح على التول هذا، if your canals have spots that are prone of flooding you can use this tool to control water. نقدر نتحكم في الماء عن طريق الجدار هذا. هاي تو هاي كانت بلد الانلس، شو كانت بلد اون ووتر. اوكي هذا روم، هل روم احميهم منه ولا اسوي شيء فيه، ولا روم اوجه الماي لمكان ثاني، ولا شو اسوي، ولا ما اعرف. هذا بس يدار الحمايه اظني، هذا بيحمي مدينتي. اذا انا بحطيه صوب مدينتي اروم احط الادار هذا. حلو، مثلا اذا حطيت الجسر انا هني ممكن احط ادارة هني ضد انه يغرق المدينة. بس ترى يا جماعة مشكلته مشكلة، يعني ممكن يسوي شيء ثاني، يسوي شغلات كبيرة. هاي شوف، خلنا نشوف اقدر اسوي هذا هني. خلنا نشوف هذا، اها عجيب عجيب، هذا يمرر ماي. كنت اروم اسوي كنال انا عيل، ممتاز. اها هذا الحل. والله تصدقوني ما مريت على المعدات هاي قبل. مرمى نزل تحت الارض ولا ارفعه؟ لا مرمى، بس يباله جسر. يعني اذا اسوي انا هني جسر، خلنا نوقف اللعبه شوي، خلنا نوقف اللعبه.
انا رايي كمان حصلت حل حلو. انا ما فكرت استعمل هالتول قبل، بس والله عشانكم قلت بدور حل. فبما ما بخليكم تروحون من المكان هذا اللي عندكم حل، انا ما كنت بدخل في الموضوع بس تستاهلون. كان نت بلد ان ووتر، اوكي مو مشكله، كان نت بلد ان ووتر عادي، نقدر اني هني نمد مثلا نسوي الشانل مالنا في الوسط مثلا. طبعا هذا شوي عشوائي على فكره، اوكي فلا تلوموني عليه. شوفوا الحين راح الماي عنا، اوكي ممتاز، اني على الشارع. ممتاز، بس بنجرب الشارع بعد شوي. تريو تعرفون كيف اللي تابع حلقة الشارع، الحين انا اسوي شوي عشوائي بس اني ابقى اخلصه شوي، ان الحل هذا جدا جميل الصراحة. حل جميل. انا كيف ما مريت عليه قبل؟ خبروني انتو بس كيف ما مريت عليه قبل، خاطري اعرف كيف ما مريت عليه. خلنا نقلب الشارع، اللي تابع حلقة الشوارع يعرف الشغلة كلها، تابع الحلقة هيك بتعرفون شو الشغلة. انزين بعده غرقان هذا، فمش عاجبني وضعه. فاذا اسوي كانال ثاني ولا قناة ثانية، شوفوا ايش كثر نقدر نحل الموضوع تماما، لان السد اللي سويته صراحة كبير، سد ترى مش صغير ابدا. شفتوا فائدة الجسر يوم اقولكم في حلقة الجسور انه لازم تسوون جسر؟ طبعا هذا عشوائي، وانا انصحكم ما تسوون بنفس الطريقة، تسوون شيء افضل من اللي انا مسوينه، نصيحة يعني، اللي انا مسوينه مش افضل شيء الصراحة، ابدا مش افضل شيء. زين ها كم انتاجيته؟ صفر بعده. نت اوبريتنج هيدر ماسف اموت اوف ووتر ترابلنج ثرو دم، اوكي انا فاهم المبدا ماله، بس عندي مشكله انه مش قاعد يستوي. الناس قامت تمشي؟ لا بعدها الناس ما تمشي. خلنا نشوف بينزل المستوى ولا ما بينزل. ما بينزل، بنعدل الجسر عادي، الجسر مش اكبر قضية في العالم يعني، تعديله شيء بسيط. اخذ منكم شيء زين، ما قاعد اضيع لكم الحلقة كلها وخليكم تتريون. هذا لان الشارع شوي اكبر، فما اكبر من الشارع الاصلي. فهذا بكل بساطة شوفوا، اذا تقعدون شوي تسوونه وقت افضل، بس تحس عوي من الوسط نازل، انه فعلا نازل. بحطونه صح، بس انا عندي مشكلة انه ما قاعد ينتج. ايوة هذه المشكلة الكبرى. اول مرة احطيه وما يشتغل، خلني اهدمه. معقول انا حاطنا غلط؟ كل شيء بيرجع طبيعي على فكرة. شل السد هذا، انا لهالسبب ما احب السد، ما احب ابدا شغلته شغلة. ما تصور يبالي مي، يبالي مي يا جماعة، ما يبالي مي، هذا مستحيل، هذا فوق المي. يلا ما يبالي مي، لو كان يبى مي كان بيتشكى من المي. بس خلنا نقرأ مرة ثانية. And build a dam to access the source of clean energy. لازم تيار قوي. شوفوا الغلطة اللي انا غلطتها، شوفوا، بس لازم نجرب اساسا شو نعرف. يباله تيار قوي يقول، في احتمال اذا حطيته هني ما في تيار اصلا، وهني في تيار، فخلنا نشيل هذا. يس مثلا نشوف هني تيارا
الله يستر. كل هذا على 32. انا شكلي بحل المشكلة هاي، برجع لكم بعدين فيها. مشكلتها طويلة. يبين انه مشتغل، انه مشكلة ثانية. صبر، انا اشوف فوق شارع الصراحة. زين، وصلنا بشارع. يستوي الجسر بعد. جميل جميل جدا. بدأ ينتج. لازم اوصله في الشارع، لازم اوصله في الشارع. طبعا بهدمه. المهم، حصلنا حل المشكله، وانا ما داني لان كذا مره سوالي مشاكل، بس لازم اوصله في الشارع. شفتوا قام ينتج من وصلها في الشارع، خربنا الدنيا هني. ترانا خربنا ابو الدنيا، ما رحمناها. ظني هني شارع مره مسوي اصلا. بس ما عليه، ما خليه زي نفس ما هو حق الحلقات اللي جايه، واكثر واكثر واكثر. ليش زعلانين؟ نت انف فيول، مش موصلين في صناعي. شو كنت اقول لكم؟ اذا ما عندهم تواصل بالشارع الرئيسي راح يسوي لكم شو مشاكل. تعالوا ها، نت انف فيول. قال شو؟ قال نت انف فيول. شوفوا الحين بيتم يبند، ينزل الانتاج هذا، لانه بعيد عن الصناعية وهالامور. انكم تبعدونهم وايد بعد مشكلة، فلا تحاولون تبعدونهم وايد. هذا رايح الشارع العام. نذل نذل. في مصادر انتاج للفحم الصراحة يعني. خلنا بنحط عندي، بخلي انا الكهربائي الحق، يمكن حد بعدين يسألني سؤال ثاني ويبي يعرف شيء. فبنبني عنده مصانع. اوكي، المصانع ان شاء الله بيوصلوا لهم. قلت لكم تجارية ترى يبون استيراد بعدهم من برا، هم نفسهم. فاذا احتاج شيء عقب ممكن هم يوفروا له ان شاء الله. بنشوف عقب الانتاج. هاي الحلقة بالنسبة للكهرباء ومدينة سم سيتي. سم سيتي لا، مش سم سيتي، سيتي سكاي لاين. واشوفكم ان شاء الله في الحلقة الجاية، معلومات جديدة وشغلات افضل بإذن الله. وإذا تبون شيء معين ثاني خبروني، بنحطيه في الحلقات إن شاء الله. وبيكم، ما عليكم، أموركم طيبة إن شاء الله.